السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جعلقات أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد وخلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا. بحال دائما فيديو اليوم غادي يكون إن شاء الله بداية الكوزينة اللي عاودنا الإصلاح ديالها من الأول. بالنسبة للكوزينة هذه كانت كوزينة عادية فيها الزليج قديم عادي، حيدناه عاودنا مرطوب تعاود لاستراسيون ديال الكوزينة كاملة باش نخدموها ان شاء الله بكوزينة امريكان، يعني كانت كوزينة عادية رجعوها كوزينة امريكان. غادي تكون كوزينة كاملة مفتوحة، فيها الصالون، فيها الجلسة، فيها التلفازة، فيها كلشي، يعني فيها الطياب وفيها الماكلة وفيها كلشي هاد الكوزينة هادي. بالنسبة للاستاسيون تعاود كامل، الحيط خدمناه بالزليج ديال 90 على 30، الأرضية خدمناها بالزليج ديال 120 على 60. وبالنسبه لهاد الكوزينه غادي نركز فيها على التركيب ديال لابابو، وغادي نوريكم واحد لابابو ركب واحد السيد فواحد الكوزينه وعاود صلحته واحد الخطا صراحه الله فادح والخدمه مشوهه، صلحته ونوريكم الطريقه كيفاش كيتركب لابابو الطريقه الصحيحه وعاد كيفاش صلحنا هاد لابابو هذا. خليكم مع الفيديو باش تشوفونا كيفاش خدمنا هاد الكوزينه وتشوفوا الخطا اللي صلحنا. دير راسك براسك وثق في راسك، قطع اي حاجه قدامك باش تحقق احلامك، حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو، بديت من الزيرو، عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي، وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناة، وفعل الجرس، وعمل لايك، وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. بالنسبة للكوزينة الأرضية ديال خدمناها بالزليج ديال 120 على 60، كيف ما كتشوف معايا خدمتو بكرابات وبالجوال. بالنسبة للجوال كنخدم دايما بنص ميلي باش كيجي الجوال رقيق، يعني إلا عملنا الجوال ديال ميلي يعني كتبقى الجوال مفتوح بزاف، من الأحسن دايما كنخدم أنا بنص ميلي يعني كيجي الجوال حلو. بالنسبة للزليج ديال الحيط اللي لصقتو في الحيط ديال 90 على 30، تا هو خدمتو بالجوال بكرابات. فيديو د الكوزينه د الزريج الحيط عندي في القناه ديالي، اللي بغى يدخل يشوف الزريج كيفاش خدمته. من بعد ما جا الزليج ومشيت نخدم انا الكوزينه ديال جبر طيب مرطوب، يعني ملاحي الكوزينه حيد الزليج وعملها مرطوب، يعني مشيت نخدمها جبر طيب مرطوب. دخلوا القناه ديال جبر فيديو ان شاء الله ربي، الفيلا اللي صلحتها كامله فيديو ديالها كامل كاينه في القناه ديالي اللي بغى يستافد. بالنسبه للزليج اللي ركبنا بين بوطاجي وبلاكارات، الزيجة 120 على 60، فيها الديكور ديال الخشب بحالو فحال اللوح، فيها الديكور الصراحة الله رائع. ملي خدمنا الزيجة ديال الحيط خلينا له الفتحة ديالو، يعني خلينا البلاصة فين نخدمو هاد الزليج هذا، وكيف ما كتشوف معايا الزليج جا رائع، يعني في جوج زيجات كيتلاقاو كيعطيو زواقة بحال الشغل ديال الأسهم، يعني كتقلبهم كتلصق زليجة عند زليجة، يعني كيعطيو الديكور رائع. كتشوفو من بعد ما لصقناهم فينيناهم منهم ماستيك ديالهم، لصقنا الرخام جالاكسي كيما كتشوفو، لصقنا الرخام ديالنا صراحة الله، من الطابلة حتى هي الطابلة ميريكا اللي غتكون في الوسط، حتى هي ركبنا لها المرمو ديالها، عملنا ديك 60 تم لتحت دوزناها حتى هي بالرخام كيفما كتشوفو. بالنسبة لهاد الكوزينة هادي يعني تكون كوزينة فيها كلشي، كنا عاودنا استراسيون ديالها كامل عاودناه، يعني عملنا بلان باش يكون ان شاء الله بكوزين امريكان. من بعد ما كانت كوزين عاديه رجعنا كوزين امريكان، غتكون فيها ان شاء الله بجلسه، غتكون فيها الصالون يعني فيها الماكله وفيها صالامونجي فيها كلشي، يعني فيها الطيب وفيها الماكله فيها كلشي. الكوزين هادي غتكون فيها التلفازه، غيكون فيها الامور كامله. بالنسبه ل الكوزينه ديالنا كما كتشوفوا، بعد ما ركبنا الرخام وفينيناه ركبنا له تا بلينتا اللي كتجي فوق الرخامه، الزليج مفيني كلشي مريقل. بقى لنا دابا قطعوا لابابو، قطعوا لابابو ديال الكوزينه ونوريكم الطريقه كيفاش قطعناه وكيفاش ركبنا لابابو. بالنسبه لابابو ديالنا دائما كنخدمو انا بهاد الطريقه، كنطراسيه بهاد السكوت ولا حنا كنقولو السنتادوره، كنطراسيه يعني كننزل لابابو كنطراسيه بالسكوت على حساب العبار ديال لابابو نيشان،
كيجي ميت. بالنسبه لهاد لابابوس كاين بزاف ديال الناس كل واحد كيفاش كيكون كل واحد كيفاش كيعشق يشوف لابابو ديالو، كاين اللي كيركبو من تحت وكاين اللي كيركبو من فوق الرخامه، ولكن هذا غادي نركبو ان شاء الله ربي يعني داخل في الرخامه، غادي نحفروا له في وسط الرخامه، غادي يجي مقاد مع الرخامه من فوق، يعني واخا يطيح الماء في الكوزينه غادي يهوس لابابو ما يبقاش يعالي على الرخامه. وبالنسبه للرخامه ديالنا حتى عملنا واحد الدوب النيف ديال عملنا طاله واحد سنتيم وجنب بومبي، يعني في واحد الديكور رائع الماء ما يخرجش شي مره. بالنسبه لابابو ديالنا كيف ما شفتوا معايا اللي غادي نركبو ان شاء الله في هاد الكوزينه، هو هذاك لابابو ديال الاينوكس، فيه الصابون ديالو فيه كلشي ديالو. بالنسبه للرخامه ديالنا من بعد ما قطعنا بلاصه ديال لابابو قطعناها وحفرنا بلاصه فيها يدخل لابابو، كما كتشوفوا معايا التقطيعه انفينيه، تقطيعه صراحه الله مريقله، يعني بقينا ان شاء الله غادي نركبوا غير لابابو. بالنسبه لابابو دائما كنعملوا سكوتش في لابابو، كنعملوا سكوتش بحال هذه السيطادوره الدائره باش ما كيتاذليش بالسيليكون، باش في التركيبه ديالو ما كيتاذاش بالسيليكون كيطلع مفيني، علاش ما كيتجخطنش بالسيليكون. حتى الرخامه، حتى الحاشيه ديال الرخامه حتى هي كنعملوا لها سكوتش داير باش ما كتاذليش الرخامه، وكتجخطن بالسيليكون. ومع السيليكون ديال دابا يعني السيليكون اللي ماركه مزيانه يعني كيصبر بزاف. وبالنسبه لهاد الكوزينه اللي كنت هضرت لكم عليها في المقدمه هي هادي، واحد السيد هذا مشيت نخدم له في الدار ديالو، خدمت له بزاف بزاف ديال الفيديوهات اللي نزلت مؤخرا ديال هاد الدار هادي خدمت فيها. السيد ركب له شي واحد هاد الكوزينه هادي وقطع له كيف ما كتشوفوا معايا البلاصه ديال لابابو. يمكن السيد ما عنده شي الدوزه ماشي قطع لابابو مريقل، قطع بالديسكو كبير كيما كتشوفوا الجنابات كاملين مشدفين كاملين مكرفسين، على خدمه صراحه هاد الخدمه مكرفسه، خدمه سوقها خاوي مره. الجنابات كيدخل في الديسكو كيقطع الجنابات كيدخل يعني كيحيدهم مره، الماء بقى كيقطر، يعني هاد لابابو زعما فيه مشاكل. وعاد الخدمه كيما كتشوفوا نتوما الجنابات ديالها نتوما تحكموا، يعني الجنابات ديالها مكرفسين بزاف. السيد قال لي واش تقدر تصلحو، قلت له ممكن ولكن خصنا لابابو كبير. مشى شرا لابابو زايد العبار على هذا لابابو اللي كان راكب، يعني بعد التسكر في سد التفتيش، يعني طنجة كامل تقيم في التشا باش يجبر العبار اللي كيناسب، يعني ما يكونش كبير بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش يعني يكون كبير اللي كان راكب وفي نفس الوقت ما يكونش كبير، يعني واحد العبار ما بقى كيف التسكر في الصراحة الله في التفتيش على هذا لابابو هذا. من بعد جاب هاد لابابو تراسيتو وقطعت له البلاصه ديالو كيما كتشوفوا، لابابو نازل مريقل. ركي عملت له السيليكون صراحه الله رائع، عملت له السيليكون من الداخل ابيض، واحد الماركه جابها مع لابارات السيد، ومن برا في الجنابات يعني عملت له واحد السيليكون تروسبارو، باش السيليكون تروسبارو ولا يخرج مع الرخامه ما يتجخطليش ابيض، لا خرج ابيض يتجخطن لابابو، يعني ترونسبارو احسن. وركبته بالنسبه لابابو حتى هو عملت له سنتادوره ديال سميت كرفسي. بالنسبه لهاد المعلم اللي ركب هاد الكوزينه كنقول له والله يهديك، يعني الحاجه ما كتعرفهاش قل ما كنعرفهاش، يعني السيد هذا الرخامه اللي يقدر يكون تكون ساويه هذا بشاد الحوت معروف وساويه على جالاكسي كيعمل 300 درهم مترو. السيد تهمتي ما بزاف ركب له رخامه ولا بابو، يعني خلص لك بنفس الثمن اللي طلبتي له، هو كان بامكانه يقطعها في المعمل، يعني يعني حاجه ما كتعرفهاش قبل ما كنعرفهاش، ما تضيالوش لابابو ديالو والرخامه ديالو. كما كتشوفوا معايا من بعد ما ركبناه زيرناه مزيان، ودائما معروفه يعني خدمه لابابو ولا اي حاجه كتركبها في التركيبه الاولانيه كتطلع تركيبه واعره، الخدمه ملي كتكون معاوده يعني ما كطلعش الخدمه كيف ما خصك نتينا 100%، ولكن الحمد لله قدرنا اننا نخليو على الخاطر ديالو وعندنا داكشي اللي بغا ونرجعو للكوزينه ديالنا. بالنسبه للكوزينه من بعد ما قطعناها عملنا السكوتش كيف ما قلت لكم من برا باش ما تجخطنش الرخامه، عملت السيليكون وركبت لابابو ديالي. بالنسبه لابابو ركبته بالسيليكون ترونسبارو، تقلناه باش كيباس يعني لابابو هذا متقل باش كيشبر بلاصتو مزيان وما كيجيش يعني شي بلاصه طالعه بلاصه هابطه.
الصراحة طلعت فيها الخدمة رائعة، التقطيع طلعت فيني ان شاء الله تشوفوها في الاخير ديال الفيديو. بعد ما سينا الكوزينة ديالنا، سينا التقطيع كاملة، عملنا نتواجد الكوزينة، نقيناها كاملة. هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا معايا، مرموس صراحة طلع رائع. الكوزينة كيف ما قلت لكم الرخامة، عندنا دوب النيب جا طالع ومبومبي، يعني نقطة الماء ما طيحش للأرض، يعني جا فيها تركيبة رائعة. بلاصة ديال البوطاجي حتى هي محفورة في العبار ديال البوطاجي. كنتمنى ان شاء الله بهذا الفيديو يعجبكم، تستافدوا منه، تستافدوا من الطريقه كيفاش ركبنا هاد لابابو، والطريقه اللي صلحنا بها كوزينه اخرى. وكنتمنى معلمية، اي واحد ما كيعرفش يعمل شي حاجه يقول ما كنعرفش، ما يدياش يمتع الناس، يعني اي حاجه عملتيها غتحاسب عليها. والسيد اللي تا هو خصو يشوف الكوزينه ديالو، ولا الدار ديالو، ولا الدوتشه ديالو، ولا الكوزينه ديالو، او لا اي حاجه صلحها وخسر فيها فلوس، وخصو يشوفها كيما باغي هو، تينا قادر تعمل كيف ما باغي هو. بسم الله ما قادرش يقول ما كنعرفش. كيما كتشوفوا معايا لابابو طلع الصراحه، هاد التركيبه طلعت فيه رائعه، جنفيني مريقل كيف ما خصنا. كنتمنى ان يكونوا استفدتم بالطريقه كيفاش ركبنا هاد لابابو، ومعلميه نسال يتقي الله في الناس، يعني كلشي كيفوت وكلشي جايز. وتينا مادام عملتي خدمه ناقصه، الا كطيح غير براسك وكتضيع الكليان ديالك، يعني وكترجع عندك سمعه ماشي مزيانه. تحياتي لكم على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، اللي خطيكم علينا. كنتمنى تكون الكوزينه عجبتكم، استفدتوا منها، استفدتوا بالطريقه كيفاش صلحناها، وتكونوا كتستافدوا من الفيديوز كاملين اللي كننزل لكم. تحياتي لكم على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم. شكرا بزاف بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.